من متفرقة الصحف اليوم حديث أجرته الواشنطن بوست الأمريكية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني حول متغيرات المنطقة. العاهل الأردني يعتبر أن الوضع حرج في مصر وأن تجربة السلام في ليبيا أصعب بكثير من تجربة الحرب، ويتنبأ بمستقبل قاتم لبشار الأسد معتبرا إياه رجلا إصلاحيا، لكن النظام الذي يحتضنه يقول لا يسمح له بتطبيق طموحه الإصلاحي.